بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لو ملاحظين في الأيام اللي فاتت السادة المتشرذمين في السودان طبعا شنوا حملة ضد اللغة العربية مع ظهور نتيجة الأشهار السودانية، وبعدين يلفوا قلوهم موضوع بتاع شهادات، قال بيجيبوا الصورة بتاع الطالب، كشف بتاع طالب بتاع الشهادة السودانية ناجح في كل اللغات 98 98 و100، وأغلب اللغات مكبسة ل100، واللغة العربية قال جايبينها قال 48 أو 0، وبيجيبوا نتيجة رسوب. فبقولوا لا يمكن بسبب اللغة العربية الإنسان ده يرسب، فلازم يلغوا اللغة العربية من المنهج السوداني أو تكون زيها وزي أي منهج ثاني، ده حسب كلامهم طبعا. وحتى الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، ما عارف العمل الحرية والتغيير منو، منو الفوضى باسمنا منو، ما عارف ذاته، ومنو العمل مركزي ولا محلي ولا توافق وطني. الهو بمرادة قام نصب نفسه حرية وتغيير التوافق الوطني وعملها ناطق رسمي عمل بيقي بنفسه، ومثلونا نحن نيابة عننا بغيابنا وبدون استشارتنا وإجباريا ودكتاتوريا عنا. قام بيتكلم وقال لي يحيي مناوي بأنه خاطب الشعب الحاكم مناوي، خاطبهم بلغته الأم. طيب يا حبيبنا، أن إحنا زمنا شنو بمناوي؟ أن إحنا ما بنفهم لغتك الأم، واللغة العربية دي لغة عالمية، مش لغة مجرد عربية فقط، دي لغة عالمية. بتخاطبنا باللغة العربية اللي بيفهمها مكونك إنت وبنفهمه أنا وبفهم المكون الغيري، وإذا بتخاطبني بلغتك الأم، أنا ما اليوم لغتك الأم التحية لها، لكن أنا ما بفهمها، وكده أنا بعكسي بأنك إنت عنصري، وإنت يعني جيت من أجل قبيلة معينة ما من أجل الكل. فلا يمكن أن تخاطبني بلغتك الأم وأنا ما بفهمها. وبعدين خلينا من الموضوع ده، كل موضوع الدنيا بده، اللغة العربية لغة القرآن. باقي الدول زي أندونيسيا وماليزيا والدول ما شاء الله سنغافورة والدول المتمسكة بالإسلام اختاروا اللغة العربية، وبحاولوا بقدر المستطاع يعلموا أبنائهم ويعلموا نفسهم اللغة العربية. من أجل شنو؟ لأنها لغة القرآن ولغة الإسلام ولغة أهل الجنة. ولماذا الله اختار اللغة العربية خاصة لغة القرآن أو لغة أهل الجنة أو لغة الإسلام؟ لأنها لغة البيان، لغة واضحة، فالله اختارها واصطفاها ما من فراغ أصلا، ما اختارها من أجل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أجل العرب، لا، اختارها من أجل وضوحها وبيانها، وضوحها وبيانها لكل بقية الشعوب الإسلامية أو العالمية عشان يفهموها، وسهلة الترجمة ما زي باقي اللغات. فيا حبيبنا انت الناطق الرسمي ولا غيرك ولا انتوا باقي المتشرذمين اللي بتحاولوا بقدر المستطاع بتروجوا ضد اللغة العربية، والله ما في لكم طريقة. لا يمكن إلغاء اللغة العربية من المنهج السوداني، ولا يمكن أن يجعلوها يعني زيها وزي باقي المواد ذاتها، لازم تكون لها مكانة خاصة، لازم تكون لها مكانة خاصة. مع احترامي لكل اللهجات السودانية، ولكن اللغة العربية لغة القرآن ولغة أهل الجنة أيها الشعب السوداني العظيم. فنحن عشان نحل الموضوع ده ويكون في توازن وعدلي، ممكن نضيف باقي اللهجات السودانية للمنهج. ولكن يبقى السؤال، هل يوجد قاموس للهجات الباقية؟ يعني مثلا الحروف الأبجدية والكلمات والأشياء دي؟ طبعا لا. فيا جماعة، الني ما بيبقى نجيز، والني بيرجع للنار، ولو رجعنا للنار فضل اللغة العربية، لأن أنتوا ما عرف من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية عشان ينزل بها الدين الإسلامي. زمان الأديان السابقة، الأنبياء سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بينزلوا مثلا لقبيلة معينة وكذا بلهجتهم فقط، لكن الإسلام ده نزل للكل، والله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية. فنحن ما بيدنا حاجة كونا نغير اللغة العربية من حجنا، ونحن كمسلمين يفرض علينا، كمسلمين وعارفين اللغة العربية يفرض علينا تعلمها كعارفينها. طبعا لو انت ما منها طبعا ممكن تترجموا لك، لكن لو عارف وانت مسلم يفرض عليك تعلمها. وشكرا جزيلا، والتحية لكل القبائل السودانية وللهجات السودانية.
فوالله وثم بالله وتالله أنا ما ضد أي قبيلة في السودان، أنا مع مصلحة أي قبيلة، ولكن اللغة العربية مكانتها خاصة في الإسلام وعند الله سبحانه وتعالى ولغة أهل الجنة. فيا جماعة ما تجروا الشوك لنفسكم بيدكم، وما تشعلوا النار بيدكم لنفسكم. وشكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم، واعذروني إذا قلت كلمة خاطئة، واستغفر الله لي ولكم.